اللي فاتوا دول هناك تطورات مذهلة في علاج النوع الثاني من السكر. وأنا على فكرة من مرضى النوع الثاني من السكر اللي هو تايب 2 ده. في دواء جديد بيقلل مستوى السكر في الدم، وكمان عاملين دواء آخر زي الأنسولين يتم ابتلاعه برضو. يعني حتى الناس اللي في تايب 1 أو النوع الأول اللي هم بياخدوا أنسولين ده برضو تعمله. ففي نوعين من الأدوية طلعوا للنوع الأول والنوع الثاني من السكر. وطبعا انتوا عارفين الناس اللي بتاخد أنسولين دول الإبر بتضايقهم وتبهدلهم وتعمل أماكن زرقاء في إيديهم. فهناك ثورة في هذا الأمر. معنا الدكتور ياسر الشربيني أستاذ الفيروسات بجامعة نوتنغهام ببريطانيا. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا استاذ عمرو، سعيد اكون مع حضرتك. الثلاث اربع شهور اللي فاتوا هناك تطورات كبيره في موضوع السكر اذا كان النوع الاول او النوع الثاني. تمام حضرتك. هو الحقيقه الاختراع الجديد اللي اتعمل علشان يقلل حكايه ادخال العيانين في مناعه ضد الانسولين وكلام زي كده، ان هم بداوا يفكروا في ان هم يتعطى عن طريق الفم بس مش عن طريق البلع، ما بيتبلعش تماما الى المعده يعني، ولكن بيتحط الدواء بشكل كبسولات في منطقه الخد يعني جنب الاسنان كده. فيذوب يعني يخش الجسم. تمام، يدخل زي الأدوية اللي احنا بناخدها للقلب اللي بتتاخد برضو تحت اللسان وكلام زي كده، حاجة زي كده برضو ممكن لها. وده بيقوم مقام الأنسولين يعني زي حونة الأنسولين. بتقوم مقام الأنسولين وبتصل إلى الدم بسرعة، ولكنها بتحتاج تثبيت برضو للجرعة بتاعتها، لكن بتعطي الفرصة للمرضى ان هم ياخدوا الانسولين ليس عن طريق الحقن ولكن عن طريق الفم. وده خلاص تم الموافقة عليه ولا هو لسه في طور التجارب؟ هو في التجارب النهائية، لما هيتم الموافقة عليه هينتشر في العالم بسرعة كبيرة ان شاء الله. يعني هيبقى في وداعا لحقنة الانسولين دي. اعتقد ان هي هتبقى ضرب من يعني الماضي يعني. طب انا فهمت برضو ان النوع الثاني طلع له دواء، يعني انا عرفت ان هو وبيعمل تحكم في السكر اسرع من الادويه الاخرى. فهمت برضو ان هناك دواء جديد لهذا الامر. هو مش دواء واحد، هو اكتر من دواء بدا يتعمل جيل ثاني من الادويه، واعتقد انها هتعم على العالم كله في خلال السنتين الجايين ان شاء الله باذن الله. تاثيرها افضل بكثير وعدد قليل من المضاعفات بالنسبة لها إن شاء الله.